السؤال ده بنقول ان انجل موديليتد سيجنال وذ كارير فريكوانسي اوميجا سي ب 2 باي 10 باور 6 از ديسكرايبد باي ذا ايكويشن 10 كوساين اوميجا سي زائد 0.1 ساين 2000 باي تي. هو دلوقتي مديني سيجنال بيقول لي دي الانجل موديليتد سيجنال، ما حددش اذا كانت السيجنال دي اف ام او بي ام. عايز نجيب اول حاجه الباور، الفريكوانسي ديفيشن والفيز ديفيشن واستيميشن للباندوتس بتاعنا. تمام، احنا اول حاجه واسهل حاجه هي الباور. بالنسبه لنا احنا متاكدين ان الباور دايما بيساوي a سكوير على الاثنين. انا اقدر اقول كده a، او خلينا الاول نكتب الايكويشن، اقول اوبساي اوف تي بيساوي 10 كوساين اوميجا سي تي زائد 0.1 كوساين 2000 باي تي. اول حاجه الباور، انا عارف ان الباور بيساوي الامبليتيود سكوير على الاثنين، يعني 100 سكوير على الاثنين يعني 50 واط. اوكي تمام. تاني حاجه كانت مطلوبه مننا هي فريكوينسي ديفيشن. عشان نجيب الفريكوينسي ديفيشن محتاجين نجيب الانستانتينيس فريكوينسي. تمام، فتعالوا نقول كده الاوميجا اي مثلا بتساوي الدي سيتا اوف تي باي دي تي. وعايزين نعمل ديفرنشيشن للسيتا اوف تي، يبقى انا معايا اوميجا سي. تمام، والديفرنشيشن بتاع الساين كان كوساين، يبقى زائد 0.1 في الكوفيشن بتاع تي كان 2000 باي تي كوساين 2000 باي تي. تمام، يبقى اقدر اقول ان الاوميجا اي ماكسيمم، انا هجيبها بالاوميجا بعد كده اقسم في الاخر على الباي. الاوميجا اي ماكسيمم بيساوي الماكسيمم فاليو بتاع ده. احنا كان جيفن بالنسبه لنا الاوميجا سي ب 2 باي تايمز 10 باور 6. اوكي، يبقى هي ال 2 باي تايمز 10 باور 6 زائد الماكسيمم فاليو بتاعت الكوساين بتاعت الجزء ده اما كانت الكوساين بواحد. لما كانت الكوساين واحد 0.1 او 1/10 في الالفين، يبقى زائد 200 باي. تمام، يبقى اقدر اقول ان هي، او خلينا اقول اف اي ماكسيمم هيساوي 10 باور 6 زائد 100. تمام، والاوميجا اي مينيمم هيساوي 2 باي تايمز 10 باور 6. اما كانت المينيمم بتاعت الجزء ده ما كانت الكوساين بنيجاتيف 1، يبقى ماينس ال 200 باي. يبقى الاف اي مينيمم بيساوي 10 باور 6 ناقص 100. يبقى اقدر اقول ان الدلتا اف اللي هي اف ماكسيمم ناقص اف مينيمم على الاثنين، ده ناقص ده، يبقى الاف سي هتروح مع الاف سي، والاثنين دول هيتجمعوا مع بعض على الاثنين هيديني ايه. اوكي، يبقى الدلتا اف بتاعتنا ب 100 هرتز. تمام، سي هو عايز يعرف الفيز ديفيشن، الماكسيمم فيز ديفيشن. انا عارف ان السيتا اوف تي بتاعتي بتساوي اوميجا سي تي زائد 0.1 في ساين 2000 باي تي. مش ده كله يعتبر الفيز شيفت اللي معايا؟ يبقى اكبر فيز ديفيشن هيحصل امتى؟ اما الساين دي تبقى بواحد، يبقى ده هو الدلتا فاي بتاعنا. تمام، اللي هو ب 0.1. تمام،
فكده عايز يعرف الباندويث. لو تفتكروا احنا كنا قلنا ان ده هو مين؟ البيتا. بس خلينا نجيبها برضو. احنا عارفين ان البيتا بتساوي دلتا اف على الاف ام، تمام؟ والدلتا اف بتاعتنا كانت ب100، صح؟ والاف ام اكبر فريكونسي موجوده هنا اهو في السيجنال بتاعتنا، اما ده نقسمه على ال2 باي، 2000 باي على ال2 باي هيديني 1000، تمام؟ يبقى 100 على 1000 بيساوي 0.1، اللي هي مين؟ الفيز شيفت بتاعها، تمام؟ بما ان البيتا اقل بكتير من الواحد، هي فعلا اقل من الواحد، يبقى الباندوت بتاعنا بايه؟ باتنين اف ام، تمام؟ يبقى الباندوت بتاعنا هيبقى باتنين بالالف، يبقى هيساوي 2 كيلو هرتز.